هذا يسأل عن التفسير الذي فيه تأويل للصفات، تأويل للاستواء وتأويل للصفات، هذا ما يصلح إلا الطالب علم يعرف الخطأ من الصواب، يعرف الخطأ من الصواب. أما المبتدي اللي ما يعرف الخطأ من الصواب لا يجوز له يطالع في مثل هذا التفسير، لئلا يظن الخطأ صوابا ويظن الضلال يظنه صحيحا، لأنه ما يدري. فعليه أنه يأخذ التفاسير الموثوقة، العام والمبتدي يأخذ التفاسير الموثوقة مثل تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفاسير الموثوق. أما طالب العلم المتمكن الذي يعرف الخطأ من الصواب فلا بأس أنه يطالع لأجل يعرف ما فيها من خطأ يرد عليه أو يحذر منه.